الرحمن الرحيم. إذا كما تعودنا في جلساتنا المسائية يوم الخميس مع مجموعة الأنماط ومع الأساتذة في المجموعة، نستضيف اليوم الأستاذ الخطاط فرج على رشي من دمشق، وهو أستاذ يعني متمكن في الخط، وسوف يعرض علينا نبذة عن الخطوط العربية، وكما اتفقنا معه على أن يكون يعني يقسم الخطوط أو الحلقات إلى أكثر من حلقة. اليوم سوف يركز معنا على خط النسخ وخط الثلث، فكذلك يرافقه أستاذ في التزويق، إذا يمكن أن نسميه تزويق على يعني العجمية والدهان الشامي على الخشب. أنا أدخل حاليا للمجموعة. أستاذ رحاب، في مشكلة عندنا بالمجموعة، البث موجود لكن المشاركة فيها مشكلة، يبدو أنه في حد من الموجودين يعني في مشاركتين، في حد عنده ينتبه إلى الموضوع، الكاميرا أو المشاركة عنده في مشكلة في المشاركة، يعني أحد أعمل طب أقفل وأعمله من أول؟ لا خليه أنت عندك البث موجود. إحنا حاليا بس عم نشوف. أستاذ ماهر ممكن ترجع تعيد المشاركة للشاشة؟ طيب يلا حتى شوف بالبث إذا يظهر، لأنه عنده بالبث ما عم يظهر. أنا عندي ظاهر الحقيقة، لكن مش عارف أنت عندك ظاهر أستاذ الحاب في الشاشة عندك كان ظاهر. أنا ظاهر مفروض معاك يا باشمهندس. طيب بدأ البث حالياً ظاهر عندك؟ هو في صوت بس الشاشة مش ظاهرة في البث. الشاشة عندك مش ظاهر، في الشاشة عندك كاميرا شغالة. فأنماط الشاشة شغالة. عندك الكاميرا شغالة في 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 في, في الميكرو، عندك في الميكرو أو في التليفون عندك في الكاميرا شغالة. إذا سمحتي حاولي تشيل الكاميرا. اعملي من اول. نعم اعملي من اول. يمكن ما لم تشارك الشاشة، شاركت الكاميرا ومش عارف ايش شاركتي. طيب نحن نكمل مع بعض، مضطرين نكمل، والتسجيل سوف نعيد على الأنماط. نعم الشاشة مشاركة ظابطة من عندي. واضحة الشاشة اي تماما. اذا لكم الخط أستاذ مار والأستاذ الخطاط فرج، تفضلوا. مساء الخير، يعطيكم العافية، تحياتي. نحن خلينا نبدأ بتاريخ الخط العربي. طبعا بدايات الخط العربي كانت من أيام عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكتاب الوحي يلي نسخوا القرآن الكريم. طبعا الخط العربي قبل هذا موجود كان، ولكن البدايات كانت جيدة وفيها نوع من الاهتمام الكبير من النساخين والخطاطين في عهد النبوة، لما كانوا كتاب الوحي هن اللي عبيه يكتبوا القرآن الكريم وينسخوه. طبعا نشأة الخط قديمة جدا، فيها مسيرة طويلة هي، وكانت بسيطة بس تطورت مع تطور الحضارة العربية الإسلامية، وإلى أن وصلت لأنها بالشكل الموجود حاليا. طبعا في عنا الخطوط هي الرئيسية، الخط الكوفي، الخط الثلث، الخط النس تعليق، الخط النسخ، خط الطغراء، خط الديواني، وخط الديواني الجلي، وخط الرقعة، والخط الإجازة، وخط الريحاني، وخط المحقق. فهدون الخطوط تقريبا الرئيسية. طبعا الخط الكوفي له ممكن نقول انه مئات من الانواع تتبع للعهود اللي كان هو معاصرة، كالخط الكوفي الفاطمي، كالخط الكوفي
الأندلسي، الخط الكوفي الأموي، الخط الكوفي السلجوقي، الخط الكوفي المملوكي، الخط الكوفي الأيوبي، الخط الكوفي المشجر، المورق، أنواع كثيرة من خط الكوفي. طبعا إذا بدنا نحن نحكي عن الخط بشكل عام، الخط الكوفي هو بالأساس كان مشتق من الخط النبطي الذي ينسب إلى الأنباط. طبعا كان متداولا بهذيك الأيام بالجزيرة العربية وجبال حوران، وطبعا يلي اشتقوا هن أهل الحيرة والأنبار في العراق، وفيما بعد سمي بالخط الكوفي. طبعا انتشر هو طبعا بكافة أنحاء الوطن العربي. إيه. إذا رجعنا شوي للخط السلوس، الخط السلوس يعتبر من الخطوط العملاقة في الخط العربي والحرف العربي. لأن احنا قدامنا في لوحة هي مكتوب الصمت لسان الحلم. فإذا كنا نحن بدنا نشرح الأحرف لخط السلوس، فلحنقول نحن عنا الألف، حرف الألف هو عبارة عن 13 نقطة كتشريح للنقاط، 13 نقطة وأقلها 7 نقاط. طبعا الأحرف الباقية تعرف لنا كمان شو هي النقاط، شو بتعني يعني؟ النقاط هي عبارة عن عرض الأصبع اللي يكتب فيها الخطاط، بيحط النقطة، فهالنقطة هي ميزان للحرف. قواعديا بناخذ نحن النقطة وبنوزن فيها الحرف يلي بنكتبه يلي بيكتبه الخطاط. فالميزان الرئيسي هو النقطة عنا بالنسبة للخطاط، لحتى يكون حرفه صحيح وكتابته صحيحة. هلا في عنا نحن الأحرف اللي أمامنا هي بكلمة الصمت، الحرف الألف اللي قلنا عليه بشكل عام ناخد هو 13 نقطة وأقلها 7 نقاط بالنسبة للألف. في عنا حرف اللام بيجي أقل طبعا، لأنه في عنا الأحرف اللي بعده هي الأحرف الصاد والميم والتاء، كمان إلها قياسات وميزان. بالنسبة لحرف الصاد في عنا النقطة ونص داخل الصاد، عنا تقريبا الأربع نقط أو 3 نقط لرأس الصاد، بيدخل معها الفراغ نقطة بين اللام والصاد. بالنسبة لل عفوا أستاذ مار، عم تمر أنا ما عم شوف صور. نفس الصورة هي ما تغيرت، عم يشرح على نفس الصورة. فولدر في فولدر أنا عندي، ما عندي صورة ظاهرة. أنا في عندي فولدر ظاهر مش صورة. هو ما في صورة هلا؟ هلا في فولدر، في فولدر طالع مش صورة. ممكن تعيد بس المشاركة يمكن تظهر الصورة. تمام تمام. أستاذ أيوة ظهر صح. ظهر تماما تماما. تفضل تفضل أستاذ. ممكن نعيد نحن بالنسبة لل نعم ألو نعم نعم عم أقول يعني ممكن تعيد باختصار. تفضل. طيب بالنسبة لحرف الألف هو عبارة عن كميزان وقاعدة 13 حرف وأقلها 7 نقاط، 13 نقطة وأقلها 7 نقاط. بالنسبة لحرف اللام طبعا هو كان هنا هو مو كامل لأنه الكأس تبعه مو موجود، أقل منه نقاط. في عنا حرف الصاد، رأس الصاد بياخد 3 نقاط، وعنا البداية
بداية الصاد اللي هي هاي تأخذ نقطتين، وداخل الصاد تأخذ ثلاث نقاط. في عنا الارتفاع بين الصاد وأسفل الميم بياخذ ثلاث نقاط، بالنسبة للميم حرف الميم بياخذ بفراغه نقطتين، وبنفس الوقت كمان بياخذ الميم نقطتين من على اليمين. عنا بالنسبة لحرف التاء، هو حرف التاء بيجي نفسه حرف الباء طبعا، بياخذ خمس نقاط طولا. وبعدين عنا العمق، عمق التاء بياخذ نقطة واحدة، وبنفس الوقت بدايته بياخذ نقطة من تحت. أي باختصار كلمة الصمت. بالنسبة للسان نفس الشيء، بناخذ حرف اللام، هو مو كامل طبعا، ممكن ياخذ ست سبع نقاط. بعدين من نبدأ بالسن الأول بياخذ الفراغ نقطة، السن الثاني بياخذ نقطة ونص، والسن الثالث بياخذ ثلاث نقاط بالنسبة للقياس النقاط والميزان. طبعا بالسن الثالث في عنا تقريبا بياخذ نقطة في العمق، بياخذ نقطة بالعمق. والألف اللام أو الألف ممدودة بتاخذ شوي تقريبا ميلان نحو اليسار. طبعا بالنسبة للنون بتاخذ خمس نقاط، بدايتها بتاخذ نقطتين، وارتفاع من تحت بتاخذ نقطتين كمان نفس الشيء، وتمتد هي الكأس تبع البطن كله بياخذ خمس نقاط. عندنا بنلاحظ في ملاحظه هامه جدا، اللي هي انه بناخذ ال التعريف، ال التعريف بدها تكون موحده تقريبا بين كل الكلمات. يعني بنعتبر انه بناخذ فرضا نقطتين بين الالف واللام، وبنمشي عليها طبعا بكل الجمله، بنحاول دائما نمشي عليها بكل الجمله اللي عم يكتبها الخطاط. طبعا الالف تبع الحلم كمان مثل ما قلنا، نحن حسب رؤيه الخطاط وحسب الجمله اللي عم يكتبها ممكن تكون لنا من 13 الى 7 نقاط الارتفاع. في عندنا ميلان تقريبا نقطه عند الزلفة، الزلفة تبعها هون في ميلان لناحية اليسار، وهالفراغ هذا هو بياخذ بيستحق نقطة واحدة. بالنسبة لارتفاع الزلفة هي عبارة عن نقطتين، نقطتين تماما ارتفاع الزلفة بكل الأحرف طبعا الألف واللام. بالنسبة لللام تبع الحلم هون عم نشوفها نحن شوي قصيرة بسبب الحرف يلي بيجي بعد ما هو حرف الحاء. حرف الحاء بيجي يعني تقريبا حرف منخفض، الحرف المنخفض نحن بدنا ناخد انتباه بأنه يلي قبله حرف اللام بده يكون أقل من 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 حرف الألف، يعني ممكن ياخد خمس نقاط أو ست نقاط تقريبا. وبداية حرف الحاء ناخد هو النقطتين عند الخطاط لما بيكتب بيبلش في النقطتين. داخل الحاء، داخل الحاء اذا كانت ممدوده الحاء في مد معه بياخذ تاخذ نقطه ونص، تاخذ نقطه ونص. اما اذا كان في عندنا الحاء بدون مد في وراها مباشره الالف او اللام تاخذ نقطه واحده الفتحه تبعها. وبعد منها ناتي الى حرف الميم. حرف الميم المسافه بين اللام والميم هي عبارة عن نقطة ونص. الارتفاع بين حرف الميم إلى أسفل الكلام هو نقطتين تمام. بعدين عنا امتداد حرف الميم لنهايته عم بياخد معنا أربع نقاط، أربع نقاط. وفي عنا في الذيل تبع الميم، نهاية الذيل الانكسار تبعه أو الانحناء تبعه عم بياخذ نقطة واحدة اللي هي بآخر الذيل. فهيك نحن بنكون تقريبا شرحنا بشكل مبسط
ومختصر للجملة يلي قدامنا. تفضل أستاذ هادف. هلأ ممكن نحن نشرح على الـ نعم نعم ما بعرف يعني أنت حاليا ممكن تكمل للأخير وبعدين نقوم ب تمام تماما أسلح. تماما أفضل. تماما ظاهر عن كل اللوحة. نعم في بيت شعري يبدو أنه نعم نعم ليت العيون ترى ما في القلوب. طبعا هنا الخط هذا الخط النسخ طبعا خط النسخ من مشتق هو أساسا من خط السلوس بس بشكل مبسط وأسهل يعتبر أسهل من خط السلوس ولكنه رشيق جدا وكل ما كان صغير في يد الخطاط كتابته صغيرة ناعمة كل ما كان الخط هو نفسه الخط النسخ جميل جدا. بداية الألف الألف بخط النسخ تأخذ ست نقاط ست نقاط الارتفاع يأخذ ست نقاط. طبعا كمان في عنا هون ليتا بتأخذ نقطة وممكن ممكن ممكن عند الخطاط تأخذ نقطة نقطة ونص تقريبا. التاء حرف التاء بياخذ خمس نقاط. نجي لكلمة العيون. العيون الألف مثل ما قلنا نحن تأخذ الألف ست نقاط. أيضا بتأخذ اللام ست نقاط. طبعا العين العين عم تأخذ تقريبا نقطة أو نقطة ونص. لا النقطتين مقبولة عند الخطاط. المسافة بين الحرف والحرف أحيانا تكون يعني بين النقطة والنقطة والنص إذا بدنا نحن يعني نقعدها. في عنا رأس الواو بياخذ نقطة. رأس الواو من فوق بياخذ نقطة. بعدين عنا النزول النزول بياخذ ثلاث نقاط وبياخذ نقطة ونص تقريبا من على اليمين. الدوران تبع الواو عم ياخذ نقطة. التقعر تبعه أو الانحناء تبعه عم ياخذ نص نقطة تقريبا نص نقطة. بالنسبة للنون النون عم تاخذ ثلاث نقط القعر تبع الكاس وبتاخذ تقريبا شي نقطتين ونص بالنسبة لبدايتها. بدايتها هي تاخذ نقطتين ونص. طبعا هلا في عندنا الزاويه تبع النون عم تاخذ نقطه تماما تماما نقطه. كلمه ترى عم تاخذ تقريبا من بدايتها من فوق لاسفل التاء عم تاخذ تقريبا نقطتين. هلا اذا نحن وزننا حرف الراء حرف الراء مثله مثل حرف الواو نفسه بياخذ ثلاث نقط بنزوله طبعا. والتقعر تبعه او الحفر تبعه عم بياخذ تقريبا نص نقطه نص نقطه تماما نص نقطه. والارتفاع الشاقولي ارتفاع الشاقولي تقريبا عم بياخذ نقطتين نقطتين ونص تقريبا يعني لانه في عندنا الاختصار بالحرف الراء كبدايه له مثل ما قلنا هون جاي عم بياخذ نقطه نقطه ونص للنقطتين هون بعدين بينزل بيتدور. الحرف الالف المقصوره عم تاخذ فوق بتاخذ نقطه مع اليمين بتاخذ نقطه بتنزل تاخذ تقريبا نقطتين. واللف تبعها الحركة الثانية بتاخد تقريبا نقطتين. إذا نزلنا لتحت الكأس تبعة الكأس تبعة بياخد نقطتين والفتحة تبعة بتاخد نقطتين من هون من فوق تمام. الارتفاع تبعة بياخد من البداية إلى أسفل الياء بتاخد كمان نقطتين أو نقطتين ونص تاخد. حرف ال ما في رأس الميم عم بياخذ نقطة ونص تقريبا لأنه في مد شوي بالميم.
تمام. وبداية الميم أو بنص التقعر تبع الميم عم تأخذ نقطة، وبعدين ارتفاع الألف، هي ارتفاع الألف نحن قلنا 6 نقاط. الخطاط ممكن يكتب 6 ممكن يكتب 5 حسب ما بيشوف هو الرؤية تبعه أو جمالية الحرف. بالنسبة للفي عم تأخذ تقريبا 1.5 نقطة إذا أخذناها للفي كاملة من الرأس من اليمين والشمال وضبيناها عم تأخذ 1.5 نقطة. بالنسبة لارتفاعها عم تأخذ 2 نقطة، ونفس حركة الياء هي نفس حركة الألف المقصورة، تأخذ نفس الوزن تبعها. تمام. بالنسبة للألف تبع القلوب عم تأخذ مثل ما قلنا نحن هي 6 نقط، ممكن تأخذ 5 ممكن تأخذ 6 حسب ما هو عم يكتب. واللام كمان نفس الشيء عم تأخذ 6 نقاط. القاف رأس القاف بالنسبة إلي شخصيا أنا عم بأخذ منها تقريبا شيء 1.5 نقطة الرأسية تبعها، والفراغ هذا كمان 1 نقطة هون بين اللام والقاف بيكون 1 نقطة. والمد مد القاف حسب ما بنشوف المساحة اللي عند الخطاط باللوحة ممكن ياخذ مد طويل ممكن ياخذ مد قصير عادي، فهي بتدفع له في له قواعد. المد الطويل او المد القصير قاعدته بس بتقعر السحبة، لما بيسحب الخطاط عنده مد جر بالنسبة لحرف القاف او الفاء او الهاء او اي حرف فيه مد، فبتزداد العمق، عمق الحرف بيزداد معه. يعني ممكن يكون بالبداية هو 0.5 نقطة او 0.25 نقطة، يوصل مع المد ممكن يوصل لحوالي 1 نقطة من اول الحرف لنهايته، لا يبدأ بحرف ثاني بيبلش تقريبا بياخد عمق 1 نقطة كاملة. بالنسبة للواو نفس ما شرحنا، بالنسبة للواو السابق هي نفس حركة الواو والراء نفس الميزان تبعها اللي هي انه 2 نقطة ب3 نقاط، وبعدين التقعر تبعها او الحفر تبعها هو عبارة عن 0.5 نقطة. بالنسبة للباء، الباء ان نحن هي عبارة عن 5 نقاط، ممكن ناخدها 5 نقاط، وبدايتها هي 2 نقطة الارتفاع الشاقولي تبعها. هذا اللي كله اللي شرحناه بشكل مختصر ومبسط يعني ومفيد ان شاء الله بيكون. استاذ هادي اشرح عن استخدامات الخط الثلث، امتى مثلا بلش استخدامات خط الثلث، شو كانوا يستخدموا خط الثلث؟ يعني هو خط إن نحن نعتبره خط تزييني ولا هو خط توثيقي للثالثي يتوثق فيه مثلا، ولا خط النسخ هو اللي كان يتوثق فيه؟ يعني هو شو كانت استخدامات خط الثلث وخط النسخ؟ الخط الثلث هو من أصعب الخطوط طبعا، كان يستخدم دائما لأشياء صعبة، ممكن الكتابات، ممكن كانت الكتابات على الحجر ينكتب خط الثلث. طبعا كان قبل منا كان ينكتب على الحجر بالخط الكوفي، وطبعا بالاساس هو الخط الكوفي اللي كان اكثر شيء ماشي. بعدين دخل خط الثلث عليه مع خط النسخ، صار في تنافس بين الخطوط تقريبا. استاذ فرج، نعم بس اذا سمحت ممكن تشرح لنا مثلا انواع الخط الثلث انواعه بشكل يعني اذا كان في امكانيه. الخط الثلث فيه انواع طبعا، هو بالاساس كان يعني ينكتب الخط، الخطوط كلها كانت تنكتب ببدايتها بخط الطومار، خط الثلث العادي طبعا اللي هو تقريبا في بسماكه 2 ملي أو 3 ملي تقريبا، الخط الثلث الجلي اللي هو ممكن يكون من فوق الخمسة ميلي أو أكثر من هيك، من فوق الخمسة ميلي طبعاً هذا خط كبير وممكن يستخدم بكتابة اللوحات الجدارية الموجودة في المساجد، لأنه في ارتفاعات في مسافات طويلة يعني بالطول والارتفاع. عندنا الخط المحقق هو قريب جداً من خط الثلث، هذا النوع الثالث بيختلف عن خط الثلث ببعض الأحرف
بالنسبة للخط السلوس العادي. أنا هذا اللي بعرفه ممكن يفيدنا بهالموضوع هذا دكتور محمد الفياض. طيب سؤال كمان، شو نوع القصب اللي أنت بتكتب فيه أو الخطاط اللي بتكتب فيه بشكل عام؟ ياريت إنه بس كمان تشرح لنا عنه هذا الموضوع. القلم يعني القلم يلي الخطاط بيستخدمه هو القصبة، ممكن نقول إنه من شرق آسيا، وفي عنا قصب خاص أو قلم خاص قوي جدا يلي هو قلم الجاوة يستعمل كمان. طبعا الأقلام مختلفة، طبعا الأجودها هو الأقلام يلي من شرق آسيا وقلم الجاوة. في شيء ثاني كمان ممكن نشرح عنه أستاذ هادف؟ في عندك مثلا لوحات أو صور تبين لنا أنواع الخطوط الثلث بالذات، يعني إذا في عندك صور تبين لنا عن كل نوع. المشكلة إني أنا محضر بس في هلأ عندي هاي اللوحة. نعم، هاي لوحة قريبة جدا من كتابة الخطاط التركي محمود جلال الدين مثلا تفضل. هذا الخط البسملي هي نعم. عبارة عن خط سلوس بس هو خط محقق، هذا محقق. الخط المحقق نعم البسملي، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الخط المحقق اللي هو فعلا قريب جدا من الخط السلوس. تمام. طبعا في الوسط، عندك خط بالوسط الحديث الشريف، هذا خط النسخ طبعا. نعم. هذا الخط نعم الأسفل ثلث. نعم تفضل. والأسفل ثلث. نعم والأسفل ثلث، أما الفوقاني يلي بالأعلى بأعلى اللوحة هو خط المحقق. لاحظوا أنه هنا في اختلاف بحرف النون مثلا وحرف الميم بالنسبة لخط المحقق عن الخط الثلث. نعم نعم. الجلي ما عندك شيء صورة عنه؟ الجلي ما حضرت له والله الجلي، بس هو عبارة عن خط بيجي عريض تقريبا يعني من فوق الخمسة سنتي خمسة ميلي للسنتي أو سنتين أو ممكن يعني عريض جدا، فهذا بيسموه خط الجلي. أما الخط السلوس العادي ما بين الميليين وثلاثة ميلي السلوس العادي. نعم تفضل. اعتقد انه يعني مع يعني طيب في 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 لوحات ممكن تعرضوها كمان لنستفيد اكثر بال استاذ. اي هذا كمان نوع هو من الخط الثلث، او انا حاولت هون باللوحه هي حط ما يعني داور ما بين الخط الثلث وخط المحقق. هلا عندي انا حرف الميم بكلمه تدوم هي من خط المحقق. نعم نعم. وباقي الجملة وبالشكر تدوم النعم بخط بخط الثلث العادي طبعا. وهي عبارة عن يعني أنا حبيت حطها بس عبارة عن يعني للموقع اللي فيها موجودة هي التشكيل يعني حتى كلمة الباء واردة جدا بخط الثلث العادي مع وصل اللام، الباء مع وصل اللام. نعم. واردة جدا بهذا الخط، فحبيت أنا أكتبها بهالشكل هذا، يعني إن شاء الله تكون أنا يعني نجحت في كتابتها. نعم. هو إذا ممكن يكون عندك لوحات أخرى تعرض لنا إياها وتعلق عليها. أكيد. هلا عندي هون كلمة مالك يوم الدين، هذا خط النسخ طبعا، خط النسخ. مثلا ما هي أهم الاختلافات بين النسخ والثلث مثلا؟ نسخ الخط السلس معروف دائما انه خط بيقولوا عملاق صعب، اكثر احرفه ماخوذه تقريبا من يقال انه من الحيوانات المفترسه، يعني مثلا خلينا ناخذ العين الفنجانيه والعين الثعبانيه، هي العين الثعبانيه لها وضع خاص بنكتب طبعا، هي هي احدى اللي هي
فتأخذ يقال إنه تأخذ من من الأشكال الحيوانات المفترسة، عكس الخط الناس تعليق اللي هو الخط الفارسي، يقال إنه يأخذ تحرفه معظمها من الحيوانات الأليفة أو الزهور والطيور. نعم نعم. طب نحن هلأ قدامنا كمان خط نسخ، خط نسخ قريب للكلاسيكي جدا، حاولت أنا أكون قريب جدا للكلاسيكية، فأرجو أن أكون أنا وفق في كتابته بعض الجمل إن شاء الله. هلأ الأستاذ ماهر عم يعرض بعض اللوحات بخط النسخ طبعا، هاي كمان خط سلوس، هذا عادي طبعا خط السلوس العادي، ما فيه أي يعني ابتكارات، لأنه أنا حبيت أشتغله على القاعدة، يعني على قاعدة الخط، يعني بس عبارة عن سطر سرد وليس تركيبة. يعني هون عنا البيت الشعر، بيتين من الشعر هدون، طبعا هذا يمكن أظني بلاد العرب أوطاني، هذا نشيد الوطن العربي يمكن على ما أظن، فهون حبيت أنا أكتب فيه بخط النسخ طبعا قريب جدا للكلاسيكية طبعا، فحاولت أنا أنه شوي أعطيه رونق الكلاسيكية طبعا بأسلوبي أنا. كمان نفس الشيء هون الدعاء، اللهم كما رفعت السماء بلا عمد أرفع وباء كورونا من كل بلد، طبعا هون كمان خط النسخ حاولت أكتب يعني روح الكلاسيكية تقريبا، يعني بما اجتهدت أنا، فإن شاء الله أكون وفقت. نفس الشيء هنا، أي المقولة المعروفة المشهورة، أكرموا أولادكم بالكتابة فإنه من أهم الأمور وأعظم السرور، فعلى ما أظن هي هذا كلام يمكن لأحد الصحابة، وعلى ما أعتقد يمكن سيدنا علي الله مرضى عنه على ما أظن. هنا خط سلس عادي طبعا، حاولت أنا أكتب في العبارة الدعاء ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير، منلاحظ أنه هون في عندي كلمة تمم، كتبتها أنا الميم بشكلين لأنه وجدت أنه هيك يعني أجمل تقريبا من أنه تنكتب بطريقة تانية، تنوع الميم وكيف بتكون بوسط الكلام وبآخر الكلام، الميم طبعا بوسط الكلام وبآخر الكلام، حاولت أنا يعني جهدي أني بس أعطيها هيك لمسة تكون أنه قريبة من الجمالية، إن شاء الله تكون وفق فيها. هون عندي طبعا المقولة، من اتقى الله وقاه ومن اعتصم نجاه. السطر هذا هو خط سلوس، طبعا خط سلوس عادي، ما هو خط سلوس جلي، لا خط سلوس عادي طبعا، في تحت منه سطرين بخط النسخ طبعا، يطعمني ويسقيني، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، صدق رسول الله. طبعا هذا خط قريب جدا تقريبا للكلاسيكي، خط النسخ الكلاسيكي، حاولت كمان انه يكون يعني واضح. مثلا اذا سمحت استاذ للبيان اكثر، مثلا النون في 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 الثلث هنا في اللوحه، هناك اكثر من نون في الثلث، اليس كذلك؟ اكيد. اي نعم، هلا احنا عندنا هون النون كلمه من ممكن هي تستخدم بكثير من الحالات، مثل حاله البسمله اللي فيها الرحمن، وممكن ناخذ النون بالشكل الثاني اللي كان هو تقريبا بالمحقق، يعني النون الكأس العادي، ناخذ الكأس المحقق النون هذا هون، تمام. يعني
بعض الحالات يعني ممكن بهي الحالة والحالة الثانية. هون بتكون رؤية، بتكون رؤية الخطاط كيف هو بيشوفها النون وبموقعها كيف ممكن تعطي جمالية أكثر، فبيختار هو ما بين النوعين من النون، فبيضطر أحيانا أن يكتب هذا النوع ويكتب النوع الثاني. واثنين له، اثنين له طبعا ميزان وقاعدة له. طبعا النون المحقق بتاخد 5 نقاط جوا كأسه طبعا، وبالنسبة للنون الثانية عم تاخد تقريبا يعني بين 3 نقاط الفتحة تبعها وبين الارتفاع بتاخد كمان نقاط، وبدايتها ونهايتها بتاخد يعني حسب الكلمة اللي موجودة فيها. هون عندنا خط النسخ طبعا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طبعا كمان عندي هاي اللوحة، يبلغ المرء بالصدق منازل الكبار. حاولت هون فيها كمان بنفس الوقت أعطيها نوع من الكتابة النسخ الكلاسيكية، شوي قريبة للكلاسيكية. نحن بنقصد بالكلاسيكية اللي النسخ يلي كتب على الطريقة طبعا كبار الخطاطين الأتراك. هون لوحتنا كمان، لا عاصم اليوم من أمر الله. كمان هون في عنا حركة الراء، طبعا الراء تنكتب على عدة طرق يعني، بس هون الطريقة هاي أنا ارتأيتها أنه نكتبها بهالشكل هذا، لقيت أنا أنه أجمل من أنه تكون بالراء العادية. طبعا واردة جدا وهي قاعديا قواعديا مضبوطة. السطر كلياته هو أقرب إلى الكلاسيكية، لأنه الكتابة على طريقة الخطاطين الأتراك جميلة جدا منسقة ومقعدة مضبوط، فيها جمالية رائعة جدا. حاولت أنا دائما أربط بين خطي وبين الكلاسيكية تبع النسخ. طيب نشكرك استاذ، يعني احنا ممكن في حلقات اخرى ممكن نخصص حلقه مثلا لتفصيل جمله بتكون نفس الجمله بالنسخ وبالثلث لنقارن بشكل افضل على نفس الكلمات نفس الاحرف، ممكن ينفع يعني لاحقا نكون في إن شاء الله. أنا كان بدي تكلمت مع الأستاذ مار أنه يكلمنا قليلا عن 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 عمل إدخال الخط في مهنة الدهان الشامي في البيوت. دهان دمشقي، نعم. نعم. لا أعرف إذا كان في لوحة لهذا الموضوع أو. يعني طبعا نحن بنعرف انه الخط العربي ممكن يدخل بموضوع الدهان الدمشقي من خلال الكتابه، كتابه اللوحه، اذا كان هناك مثلا حكمه او مثل او ايه قرانيه او حديث شريف، طبعا من خلال عمل اللوحات الزخرفيه في الدهان الدمشقي يلي بتنوجد بالمساجد او بالبيوتات الموجوده، يعني ان كان بالشام ولا بغير غير غير بلد، يعني وين ما كان موجوده. ف اللوحه الزخرفيه للدهان الدمشقي فيها اذا كان فيها خط فبيكون الخط عم بيخدم الزخرفه الاسلاميه النباتيه، وبنفس الوقت الزخرفه الاسلاميه النباتيه هي كمان عم بتخدم الخط، يعني اثنين بشكلوا لوحة متكاملة في الجمالية والرونق لموضوع الدهان الدمشقي. شغلاتي اللي مكتوبة أريد تحكي لنا عليها، هي أنواع الخطوط اللي بتكون ضمن أنواع بالقاعات الشامية. نعم، ما هي أنواع أكثر الخطوط المستخدمة مثلا في
الدهان في الغرف في دمشق. ضمن البيوتات الموجودة عندنا بسوريا موجود في الخطوط، الخط السلوس طبعا، الخط الديواني والخط الكوفي طبعا والخط الفارسي. بمعظم البيوتات في سوريا أو خلينا نقول بدمشق موجودة هاي الأنواع من الخطوط ضمن لوحات متداخلة مع الدهان الدمشقي ضمن قاعات وصالات كبيرة موجودة، بحيث أنه تعطي جمالية مضافة للوحة يلي عم تنشغل بالدهان الدمشقي. أستاذ هادر كمان في مداخلة بسيطة، أنه تقريبا البيوت الشامية بشكل عام وعم يدخل موضوع الخط غالبا كانوا يدخل الموضوع الخط عن طريق الحكمة أو بيت شعر، كانوا قليلين من ناحية الآيات القرآنية ضمن القاعات الشامية. يعني أغلب القاعات الشامية إذا بتلاحظ عليها بتكون هي عبارة عن بيت شعر أو حكمة أو مقولة أو أي شيء، بس كانوا يقللوا من الآيات القرآنية لأن الآيات القرآنية كانت مخصصة لدور العبادة. يعني مثلا المسجد أكيد ما حتلاقي فيه بيت شعر، رح بتلاقي فيه آيات قرآنية، فكانوا هن مشان مثلا يعني حرمة المكان انه ما يدخلوا آية قرآنية ضمن هاي القاعة، فكانوا يكتبوا. غالبا كان الخط يكون هو الخط نفس التعليق دائما بيكون موجود بالقاعات الشامية. انا هذا اللي انا شفته يعني بشكل عام، انا هذا اللي شفته ضمن البيوت اللي انا فتها. نعم طيب انا تقديري نكتفي بهذا العرض، وسوف نعود بالبداية. ممكن نعطي الكلمة للأستاذ محمد فياض يعطي لنا بعض الإضافات عن استخدام الخطوط في يعني ليس فقط في الدهان ولكن بشكل عام، إذا كان يستطيع استخدام الخط في العمارة بشكل عام. يا حبذا والله يفيدنا الدكتور محمد. ممكن نسمع حاليا، تفضل. اهلا وسهلا. الحقيقه الله يعطيك العافيه استاذ فرج، يعني كان عرض جميل. اللوحات اللي الخط العربي كان بودنا انك يعني انت تمشق بعض الحروف او بعض الكلمات في الخطين، ان كان خط الثلث وخط النسخ. انا يعني اريد ان اتحدث عن قضيتين، انه دائما في خلط ما بين خط النسخ وخط الثلث. يعني في كثير من الباحثين اتطرق لموضوع خط النسخ أقدم وربما الثلث أقدم، يعني البعض يقول أنه مثلا خط النسخ يعود إلى عصر النبوة، وأنه كان في خط قريب من خط النسخ هو الخط اليابس المقور، وأنه تسمية أو المصطلح أنه كلمة نسخ أتت من كثرة النساخ. ربما يكون هذا الكلام صحيح وربما يكون يعني بعيد قليلا عن الحقيقة، ولكن البعض يعني يؤكد بأنه خط النسخ هو خط عثماني، يعني ظهر متلازما مع خط الرقعة. يعني نحن هذا نعرف نحن أنه خط الرقعة هو خط الكتابة الاعتيادية، يعني نحن مثلا بمناهجنا ندرب أو بنعلم الطلاب بخط الرقعة، بينما خط النسخ هو خط حروف الطباعة، بالإضافة إلى أنه يعني نطبع فيه الكتب والصحف وما شابه ذلك. بينما هناك باحث أو مستشرق نمساوي إدولف كروهمان في له بحث كثير مهم عن الكتابة العربية القديمة، ذكر النسخ قبل الثلث، وهذا يعني هذا الأمر يعطي دلالات كثيرة. يعني أنا طبعاً الكتاب ما أعتقد أنه مترجم، ولكن أحد الباحثين ترجم نص من الكتاب في مجلة المورد العراقية، ونشر هذا الأمر بأعتقد بالعام 86، يعني في عدد خاص من مجلة المورد العراقية عن الخط العربي. وفي الكثير من الأبحاث التي تتعلق بالخط العربي ومدارس الخط العربي، لكن أيضاً يعني نرجع لقضية مهمة بوجود الدلائل على النسخ والثلث. مثلا خط النسخ
في موقع يعني ترسخ وجود هذا الخط مبكرا نسبيا، حيث ظهر على قطع من النقود المعدنية في أواخر القرن الثالث الهجري، يعني 272 هجري 905 ميلادي تقريبا. أيضا في سوريا هناك نقوش لخط النسخ على منارة الجامع الأموي الكبير في حلب تعود للعام 483 هجرية. وفي مصر أيضا ظهر خط النسخ في الفترة الزمنية 490 للهجرة 1097 ميلادي على دينار الخليفة الفاطمي أي أبي القاسم المستعلي بالله، حيث كتب اسمه ورمز الدولة الفاطمية على الوجه الأعلى للعملة بخط النسخ. أما الشريط الموازي لحافات الدينار فقد كتبت بخط كوفي فاطمي جميل. طبعا يعني الحديث عن الخط العربي يعني يحتاج إلى الكثير من الجلسات والمحاضرات، وكل خط من الخطوط بيحمل بصمة وبيحمل سمات معينة. وأيضا يعني باعتقادي أن الخط مثلا عندنا في سوريا مثلا الخط العربي يعتبر حرفة يتبع إلى جمعيات حرفية مثلا على سبيل المثال، بينما بعض الفنانين لا يوافق على هذا المصطلح بأنه حرفة فقط يعتبره فن. يعني جزء من الحرفيين أو اللي بيزاولوا حرفة الخط يتبعون لنقابة الفن التشكيلي، وجزء منهم يتبعون إلى جمعيات حرفية. لذلك دائما الخط العربي وقع بين إشكاليتين، إشكالية الهندسة الروحانية والفن التشكيلي. طبعا نحن بنعرف أن الخط العربي سبق للفن التشكيلي لمسافات طويلة، والبعض الآخر يقول أنه هذا الخط هو نوع من أنواع فن الرسم الملتزم. طبعا أكيد صديقنا الخطاط فرج الرشي يعني متمرس برسم الحروف وهندسة الحروف، ولكن بالمقابل هناك يعني في مدارس للخط العربي. يعني احنا بنقول على المدرسة مثلا البغدادية أو المدرسة المصرية ومدارس تحسين الخطوط، وكذلك المدرسة الشامية مثلا اللي كان رأسها الخطاط بدوي الديراني. يعني الحقيقة يعني نحن مشان ما ندخل بمتاهة يعني الخط العربي، لأنه الخط العربي كما ذكرت يحتاج إلى جلسات عديدة، وكل نوع من أنواع الخطوط يلزمه محاضرة لنحكي عن سماته ودلالات هذا الخط، وجوده مثلاً على القطع الأثرية. مثل على سبيل المثال يعني في كثير من القضايا اللي مثلا خط المملوك الريحاني وجد بالعصر بالفترة المملوكية على كثير من القطع المعدنية ذات الترف الفني العالي. وأكيد الأستاذ ماهر يعني أحد العاشقين للخط، وأنا بعرف أنه كان من خلال بعض الزملاء يجتمع في يعني مسقط حرف كما سميت، وكان له كثير يعني لوحات بتجسد الخط العربي، إن كان الخط الفارسي أو الخط أو الديواني. ويعني عرج كمان أيضا على موضوع القاعة الشامية أو مفردات العمارة الدمشقية. وأنا يعني وجدت أنه كثير من القاعات الدمشقية مو فقط خط الثلث وخط النص تعليق أو الخط النسخ، هناك الخط الكوفي، لأن الخط الكوفي خط هندسي، لذلك كثير من القاعات والأماكن الدمشقية يعني احتفت بهذا الخط كثيرا. طبعا يعني أنا الحقيقة يطول الشرح أستاذ محمد، نعم. لنكسبك مثلا استخدام الخطوط في البناء على الواجهات وعلى يعني إن كان بالحجر أو منقوش يعني داخل بالبيوت الشامية على الخشب أو على مختلف المواد، ما هي أبرز الخطوط التي مثلا تاريخيا التي نلاحظها
في الواجهات، وتساعدنا الخطوط هذه في 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 الواجهات على معرفة العصر، العصر المستخدمة فيه. هو الحقيقة أكثر يعني الاستخدام الخطوط على واجهات العمارة كانت بخط الثلث، والبعض أيضا بالخط المملوكي، يعني بتعرف أنت الفترات الزمن، وفي بعض الخط يعني خلينا الفترة الأتابكية أيضا هناك خطوط يعني قريبة إلى يعني الخط الكوفي موجود على كثير من العمائر، بالإضافة طبعا إلى الرنوك والرموز الأخرى من الإنشاء يعني الرسوم الزخرفية على العمائر. ولكن يبقى الخط العربي تقريبا هو العنصر الزخرفي المميز على العمائر الموجودة في الفترة الإسلامية. طبعا كما ذكرت أنه بجوز يكون الخط الثلث هو يعني بيعطي طابع جمالي أكثر من الخطوط الأخرى، ولكن أكيد لكل فترة زمنية يعني مفرداتها وأعلامها وكوادرها. ولكن يعني نحن بالمجمل نستطيع أن نقول أن الخط العربي مهما كانت أشكاله ومفرداته يعني يعطي العمائر أو لما بدخل بالزخارف المعمارية أكيد بيعطي صفة الجمال والرتابة لهذه المشيدات. طيب شكرا أستاذ، إذا أكملت يعني المداخلة. لا أعرف إن كان الأستاذ يعرب يمكن أن يضيف شيء. أستاذ يعرب إذا بدك عندك مداخلة لإضافة أي. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا أستاذ. والله أنا ما عندي مداخلة لأنه ما شاء الله الشباب أغنوا ووفوا بكل شيء، يعني الأستاذ علي رشي وأستاذ فياض محمد فياض يعني أفاد كل شيء، فنشكرهم على هالمعلومات الحلوة وعلى هالإغناء اللي. طيب طيب أنا بدي أسأل السؤال إذا كان خارج اللي يمكن الموضوع قليلا، باعتبارك عملت على الحضارات السابقة للإسلام، أكيد لاحظت أن استخدام الخط كان قديما في المشرق يعني على الـ على الـ على الـ في البناء، يعني هو ليس عملا حديثا في الإسلام، ما سابق على الإسلام هو كتابة. ممكن تحكي لنا قليلا عن هذا الموضوع، مثلا موضوع الكتابة في الجدران أو في. والله جذور الكتابة يعني معروفة، يعني هي بلشت بال 3500 قبل الميلاد بدأت، ومعروفة كان في عندنا خطوط احنا اللي يلي المكتشفة يعني بالتابليتات اللي موجودة، اللي هي الرقم المسمارية اللي وجدت ان كان باللغة السومرية او اللغات الأكادية واللغة الآشورية وعدة لغات ثانية. هلأ في عندنا إذا دخلنا إحنا بعلم الإيبوغرافي، علم الخطوط أو علم اللغات بما يقال، يعني اللغة يوجد لدينا لغة شمالية ولغة جنوبية مثل ما يقولون، يعني العلماء الآثار وعلماء الإيبوغرافي اللي اشتغلوا على الموضوع هذا. فعندنا أسعى مثلا في عندنا لغات قائمة كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية وإلى الآن موجودة بالصحراء السعودية بالربع الخالي، موجودة في عندنا الكتابة اللحيانية، في عندنا كتابات بالخط المسند اللي موجود في اليمن، في عندنا خطوط كثيرة كانت موجودة. هاي يعني الكتابات كانت أستاذ فقط لوحات ولا على الجدران؟ قصدي من ملاحظات. لا لا، يوجد هناك على جدران، على جدران وموجودة، موجودة في صحراء الربع الخالي، موجودة في عندك بشمال السعودية في منطقة العلا، في موجودة كتابة ثمودية. طيب هل هي مثلا في القصور، مثلا في القصور هل هناك استخدام للكتابات على الجدران في القصور كعامل يعني في التزيين او في الابنيه العامه والقصور؟ في القصور يعني على حسب انا دراساتي والعمل اللي عملت فيه كميداني بالمواقع الاثريه في شرق سوريا وشمالها وفي غرب سوريا،
تمام، ما وجدنا كتابات إلا في مرحلة ألو نعم نعم أنا ما وجدنا كتابات، ما وجدنا كتابات قديمة إلا بالفترة الرومانية، يعني وجدنا كتابات بالخط اللاتيني موجود بشكل مستفيض بالمناطق، إن كان في شمال سوريا، في عندك الهضبة الكلسية اللي احنا نسميها المدن الميتة في إدلب، مناطق إدلب، في عندك بغرب سوريا على الساحل السوري، بجنوب سوريا بمنطقة الجولان فيها كتابات كثيرة. تقديرك إذا سمحت، تقديرك مثلا الكتابات ظهرت الأقدم يعني في التاريخ، ظهرت في منطقة الفرات ومنطقة بين سوريا والعراق، لماذا لم تستخدم في التزيين في الجدران، مع أننا لو نظرنا إلى مصر مثلا نجد الكتابات مبكرة جدا في القصور وفي الأبنية الجنائزية وأبنية يعني في القبور، نجدها كعامل تزيين وعامل عامل يعني نعم. الجدران، ما هو السبب إذا كان نعم عامل بنائي هي لازم كمان كانت يا سيدي، هناك إشكالية في هذه المسألة بين حضارة اللي موجودة في اللي نسميها إحنا حضارة الشرقية والحضارة الغربية اللي هي مصر، شايف كيف هناك في تفاوت حضاري، يعني في كان علاقات تجارية في ذلك الوقت، وحكيناها وقت تكلم الدكتور المصري ما عاد اتذكر اسمه، وقد حكى عن الأبنية وما إلى ذلك من الأمور البنائية، وقد قلنا انه كان في هناك يعني دكتور نزيه سليمان، ايوه نزيه سليمان، حكينا انه كان هناك في بين مصر والعراق كان في يعني مثل علاقات تجارية، وكان في نقل للعمارة لبلاد ما بين النهرين، وظهر ذلك في عمارة الجدران في مدينة بابل، شايف كيف، حيث أخذ النظام المتداخل هذا اللي نسميه إحنا الزيكزاك في عمارة الجوسق اللي كان بزوسر بالفترة الصينية، انتقل إلى بابل تمام، وبدأ العمل بهذا النظام بشكل العمارة. هلا ليش ما ظهرت الكتابة في مناطقنا، شايف كيف، وليش ظهر بمصر، هذا يعتبر تفاوت حضاري، يعني محتمل انه الناس اللي كان او الشعوب اللي كانت بالمنطقة ما كانت تعتمد على الكتابة على الحرف الكتابي بذلك، شايف كيف، بمسألة العمارة وتوثيقه على الجدران أو كذا أو هالأمور هاي، ظهر بفترة لاحقة بعصور أخرى في منطقتنا تمام، يعني هو متوفر في المنطقة الشرقية كما تفضلت، ولكن على على على, 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 على الألواح، متوفر على الألواح من زمان، يعني موجود الكتاب. نعم على هذا اللوح الطيني والرقيم الطيني، هذا شغلة مفروغ منها يعني، والرسم على الجدران والتمثيل على الجدران موجود، يعني الباروليف إذا نسميه الباروليف. كان يعني عندك مثلا قصر زمريلم بالألف الثاني قبل الميلاد، هذا أحكي لك، كان في لوحات جدارية من أجمل اللوحات اللي موجودة في الشرق الأدنى، لذلك كان يسمى قصر زمريلم بهذاك الوقت درة الشرق، حيث كان يحوي على 300 غرفة، اللي موجود بمملكة ماري اللي حاليا بالسيال الغربي بالسيال الشرقي بمحافظة دير الزور، تبعد عن قريبة من الحدود العراقية، اللي اكتشفها أندري بارو عام 1932. فكان يوجد هناك تصوير تمام، وهذا التصوير كان من أروع اللوحات اللي موجودة، كان في جداريات موجودة هلا حاليا بمتحف حلب قسم منها، وقسم الآخر نقل إلى متحف اللوفر، أنا شفتها بمتحف اللوفر، شايف كيف، ودرستها يعني زوجته لمارغارون، باتريسا مارغارون، درست كل اللوحات الجدارية، وظهر شبيه لهذه اللوحات تمام في القصر الملكي الذي اكتشف في تلسكة في الغوطة الشرقية تمام،
شو اسمه بقرية زبدين أو بهالمناطق هاي حوالي منطقة زبدين. يعني كان يوجد هناك رسوم جدارية وكان يعني يعتمدوا على التصوير الجداري وبنفس الوقت على الألوان، كانوا يعتمدوا على الألوان اللي مستخرجة عن طريق الأمور الطبيعية، مثلا اللون الأسود كانوا يستخدموه عن طريق الفحم. نعم الفريسك، يعني جدران الفريسك. نعم نعم الفريسك، احنا نسميها الجداريات اللي هي الفريسك، تمام، اللي هي على طبقة من جص، تمام، اللي احنا بنسميه الجص الديري، اللي هو اللي يستخرج من الحجر الكلسي بعد وضع الروث الحيوانات عليه، يعني روث الغنم أو الأبقار أو كذا، ويتم حرقه، وبعدين يظهر هذا الكلس بعد تحول كيميائي لهذا الموضوع هذا، ويلم هالجص ويبدأ العمار فيه. إلى الآن يعني ببعض القرى اللي موجودة في البادية، يعني اللي هي بمنطقة الجزيرة، بين الجزيرة وبين دير الزور، يعني ضمن محافظة دير الزور، إلى الآن يستخدمون هذه التقنية في يعني مثلا نسميها توريق البيوت أو طينة البيوت الداخلية بمادة الجص، تمام. البيت طبيعي هو من اللبن أو المبني من الحجر والطين، هل نسميه إحنا حري وحجر بمنطقتنا، بمنطقة دير الزور وما حولها وصولا إلى الجزيرة. الجزيرة، منطقة الجزيرة، لا، كانوا يستخدموا اللبن، اللبن بحد ذاته، تمام. حتى الأسقف كانوا يستخدموا فيها الطين والقش والقصب بهذا الوضع، بالإضافة إلى وضع جوائز خشبية بعملية سند هالمواد كلياتها، ليتم عملية سقف وتكون عملية التسقيف بمسألة بمنطقة الجزيرة على شكل يعني شبيه جدا بالشكل المحدب، مشان عملية سقوط الأمطار ما تظل مترسبة على السقف وتؤدي إلى ذلك. يمكن احنا دخلنا على حسب ما فهمت أنا كتلخيص، أنه التقنيات كانت موجودة وكان في إمكانية للكتابة على الجدران، كان لكن إمكانية للكتابة، ولكن هم لم يستخدموا خيار. الكتابة خيار. نعم، مسألة خيار. نعم. وذوق، يعني في العمارة المصرية. نعم. استخدموا الكتابة على الجدران. نعم. بكثرة داخل، ولكن تلاحظ شغلة معليش خلينا نحكي فيها هلأ. احنا العمارة عندنا إن كان بوادي الفرات، بوادي الفرات، يمكن أنا هاي أعتبرها كنظرية أو إنه استخلاص عام، يعني أنا أخذته من مارغارون، شايف كيف، بهذا الموضوع. منطقة الفرات ومنطقة منطقة الفرات عندنا منطقة الفرات الأوسط السوري، وبالإضافة إلى منطقة الفرات بالعراق وما حولها، أعتقد إنه كان البناء باللبن، شايف كيف، ما كان فيه القدرة على أو يعني إنه يزينوا هالشيء هذا على هالجدران هاي، شايف كيف، مو لأنه ما في جمالية ولكن لعدم الديمومة أعتقد، لأنه تعرف اللبن أستاذ اللبن يعني مثل ما تكلمت في 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 مثلا قصر ماري، وجدنا رسوم، يعني ما كان يمنع أنه نجد الكتابة معها، كان الكتابة متوفرة موجودة، يعني بس لحظة شوي، لا خليني بس أكمل الفكرة تبعي أستاذ. هذا لاحظ إحنا في شمال العراق مثلا بمنطقة شروكين اللي هي تعتبر نينوى، وشروكين اللي هي تعتبر عاصمة الإمبراطورية الآشورية. نعم، لاحظ إنه هناك كان في استخدام للحجارة في البناء. نعم، تمام، وكان في شيء اسمه تماثيل حجرية كانت توضع على أبواب القصور هناك، تمام، مثل عندك نسميه احنا الاسفنكس اللي هو الأسد اللي رأسه شخص، شايف كيف،
فتلاحظ أنت على أرجله، تمام، على الأرجل أو على الجسم بعض الأحيان يوجد هناك كتابات، شو اسمه، كتابات مسمارية. لاحظ عندنا بالاكتشاف اللي اكتشف بتل الفخيرية بأربعينيات القرن الماضي، تمام، أثناء فلاح قاعد شو اسمه يزرع أرضه عن طريق يمكن سكة على ثور أو كذا، فعلقت السكة بتمثال. شايف كيف؟ هالتمثال هو ل شو اسمه، أسعد أذكر لك إياه، من الفترة الآشورية، تمام، ويوجد هناك كتابة عليه كاملة، وهو موجود هلا حاليا بمتحف دمشق الوطني. آشورية الحديثة يعني جديدة. آشورية الحديثة، نعم، لأنه يعني معروفة شو اسمه، يعني بالثمانمية، بدك تحكي بالثمانمية، 850 قبل الميلاد. نعم. فيعني يوجد هناك كتابات، ولكن يعني عندنا بسوريا ما ظهر عندنا هالشيء هذا اللي موجود، الكتابات أو الكتابة بالعصور القديمة، إلا بفترة معينة اللي هي يعني الفترة اليونانية، الفترة على الجدران يعني، الفترة الرومانية ظهرت، نعم، على الجدران، نعم، ظهرت كثير. يعني حتى في عندنا، عندك مثلا بحوران، في عندك هاي منطقة اسمها نوى، شايف كيف، في ضمن البيوت الحالية، يعني ضمن بيوت الأهالي، شايف كيف، كانوا يستعينوا بأحجار قديمة. هالأحجار القديمة، تمام، موجود عليها كتابات، من بيناتها ساكف هرب من نوى أثناء الحرب الحالية، يعني اللي موجود على سوريا، ولا حاليا موجود هو ببريطانيا، وحكوا معانا وقت الأنتربول أنه يوجد هناك ساكف موجود ببريطانيا، وهو يقال أنه سوري، شوفوا لنا إذا كان هو سوري وكذا والأمور. أنا كنت بلجنة المصادرات بهذاك الوقت، وعطينا خبرة أنه هذا مأخوذ من مدينة أو من إيه، من مدينة نوى بدرعة. شايف كيف؟ في استاذ بالأموي في كمان كتابة في قديمة، يعني يوجد، نعم، كتابة أنا لحد الآن أتذكرها، ويمكن الشباب ماهر أو أستاذ آل الرشي إذا أسعى يدققوا عليها، تمام، مقابيل الحارة اللي هي اللي تطلع على البزورية. شايف كيف؟ في جدار هناك اللي هو جدار الأموي، شايف كيف؟ يوجد هناك كتابة يمكن حتى في صورة، يعني هي منحوتة بالآرامية، يمكن إذا ما للسيد المسيح موجودة غادي، شايف كيف؟ وفي كتابة يقال إنها آرامية، وهي يعني إحنا نعتقد إنه هي يعني هي آرامية أو غيره، ما بعرف، اللي درسوا، أنا مالي مختص يعني باللغات القديمة، شايف كيف، ولكن أنا أعطيك يعني كثقافة عامة عن الموضوع، لأنه هاي تخصصات عندنا بالآثار. أنا زلمة متخصص يعني بحضارة الفرات الأوسط، واشتغلت عليها يعني جل عملي ودراستي وخبرتي كانت ب ما عم نسمع صوتك أستاذ، يمكن في عندك مشكلة صوت. ألو، يمكن في مشكلة صوت عندي ولا عندك، مش عارف أنا أستاذ يعرب. أستاذ مار، عم تسمعني؟ ألو، هلا هلا أستاذ هادف. إيه، معناته المشكلة مش عندي، المشكلة عند أستاذ أستاذ يعرب. يمكن عند أستاذ يعرب بيجوز. عند أستاذ يعرب، طيب. نشكر أستاذ يعرب يعني، والإضافة التي أضفناها لنبين أن الخطوط استعملت طبعاً في البناء قبل الإسلام. أنا في عندي كمان بعض يعني النقاط، مثلاً أول مرة استخدم فيها الخط العربي في البناء في قبة الصخرة هناك إلى الآن، ويمكن لم نتكلم عن موضوع أستاذ محمد فياض لم يتكلم معنا يعني عن هذا الموضوع، هو
استخدام الخط بي 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 بالموزايك أو الفسيفساء الذي استخدم لأول مرة في العالم الإسلامي، يعني في الحضارة الإسلامية أول مرة يستخدم الخط بالموزايك، كان بالموزايك في قبة الصخرة، وإلى الآن هو موجود إلى الآن في الداخل، لأننا نعرف أنه خارجيا الموزايك تم إعادته في العصر العثماني، لكن يعني تم يعني تعويضه بالخزف، أما في داخل قبة الصخرة لا زال الجهة السفلية كلها كما كانت بالأصل إلى يومنا هذا، وهناك خطوط بالكوفي في قبة الصخرة، ويعتبر أقدم خط وأقدم استخدام للخط العربي أو بداية الخط العربي في العمران واستخدامه على الجدران، واستخدم بالموزايك. وكذلك لاحظ أنه في العصر الأموي يعني تم اعتماد على استخدام الخطوط بالموزايك، وانتقل هذا الاستخدام إلى مثلا جامع قرطبة، في محراب جامع قرطبة وفي عدة أماكن أيضا لا تزال إلى يومنا هذا الخط الكوفي كذلك بالموزايك. بينما لاحظنا أنه في العصور اللاحقة مثلا في الأندلس تم التخلي عن استخدام الموزايك للخط، وانتقل الخط إلى النقش على الجبس، يمكن كان أسهل. وكذلك هناك خطان من يعني نوعان من الخطوط في الأندلس، ونوع الخط الكوفي الذي يستخدم يعني بشكل أكثر يعني ضخامة في مثلا في صالة تسمى صالة القمارش أو صالة السفراء الضخمة، كان في إزار دائما يحيط يفصل بين الجهة السفلية المعمولة بالخزف والجهة العلوية المنقوشة بالجبس، كان دائما شريط بالكوفي. بينما لاحظنا أيضا استخدام الخط المدور في الأندلس، يعني دائما نحن نتكلم عن العمارة التي الأموية وما بعدها في الأندلس، وهذا يعني الخط المدور الذي هو خط أندلسي، يسمى أيضا خط أندلسي، الذي هو قريب جدا من الخطوط المغربية في المغرب يعني العربي. بينما لاحظنا أنه بعد العصر الأموي في المشرق يعني ظهرت الخطوط الأخرى اللي هي الخط النسخ والخط الثلث، ظهرت في العمارة، ومثلا نلاحظ أنه في بغداد في المستنصرية في المدرسة المستنصرية هناك استخدام للخط الثلث، وهو منقوش أيضا على يعني النوع من الجبس الطيني اللي يستخدم في البناء العباسي. وكذلك في نفس الفترة يعني العباسية رأينا أنه استخدام الخط الكوفي الذي هو أقرب للعصر الأموي، إذن بما معنى أنه استمرار التأثير الأموي في المنطقة، يعني المنطقة الشرقية والشرق في آسيا، هناك استخدام للخط بالطوب، يعني الطوب كما في الكوفة، كما ذكر معنا الدكتور سابقا الدكتور حمزة الخالدي، أن الكوفة إلى يومنا هذا فيها بعض الخطوط الكوفية بالطوب إلى يومنا هذا، يعني قديمة جدا. في العصر العباسي هناك كتابة كوفية، يعني كتابة بالخط الكوفي بالطوب على البناء. أيضا ظهر الخط الثلث فيما بعد بشكل كبير في العصر المملوكي. طبعا نسينا نتكلم عن العصر الفاطمي، ظهر فيه الخط الكوفي بشكل كبير جدا يعني، ولكن يعني في بشكل يعني يشبه العصر العباسي طبعا على يعني تلبيس الواجهات، كان هناك خط كوفي مستخدم بكثرة في العصر الـ أو في الدولة الفاطمية. بينما في العصر المملوكي ظهر الخط الثلث بشكل واسع جدا،
حتى أنني تكلمت مع الدكتور فرج الحسيني المختص في الخط العربي في الفترة المملوكية، وقال لي أن العصر المملوكي البناء بشكل عام يعني شبه شامل لم يستخدم فيه إلا الخط الثلث، وظهر بعد ذلك في آسيا في 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 يعني في إيران وفي آسيا يعني استخدام خط النستعليق في البناء، وكذلك في العصر في العصر العثماني ظهر الخط الديواني وخط الرقعة. يعني هذا باختصار ما يمكنني أن أضيفه عن استخدام الخطوط في العمارة في على مر التاريخ الإسلامي. لا أعرف إن كان هناك يعني أي إضافة من دكتور محمد. دكتور محمد، في عندك شيء إضافة على الموضوع أو ملاحظة؟ ما أعرف، يمكن صديق العزيز. لا، نعم، ما في إضافات، كفيت وفيت يعني. أنت بحرك أيضا من المعلومات، الله يسعدك. تسلم، الله يبارك فيك. عاد إلينا يمكن الأستاذ يعرب. بعد أستاذ يعرب، كان عندك مشكل في الصوت يبدو. والله يا صديق، تصور أنه أنا قاعد أحكي وأنا مالي دريان أنه الخط انقطع، فأنا مستأثر بالكلام وبعدين حكيت ألو. نعم نعم، تفضل. بعدين اعتذرت أنه أنا أطلت عليكم وكذا، فقلت ألو ألو، ما حدا رد علي. طلعت هيك لقيتكم كلكم طالعين. أيوة، احنا طالعين ولا أنت طالع؟ والله أنا طالع، مو أنت طالع. نعم، تفضل. إذا بدك تعيد تلخص بكلمة. أنا بغيابك تحدثت عن استخدام الخط على يعني بشكل مختصر من بدايته بالقدس في قبة الصخرة، أول استخدام للخط الكوفي في بالموزايك، وفي الأندلس، وفي العصر العباسي والفاطمي، وفي بعد ذلك باختصار تحدثت عنه. تفضل إذا. والله يا صديقي، أنا تكلمت يعني بشكل مختصر إنه يعني كان اعتماد الخط، كان يوجد هناك خط مثلا في عندنا في شمال العراق، كان موجود على التماثيل، إن وجد عندنا على أحد التماثيل، هو معروض حاليا بمتحف دمشق بتل الفخيرية، وأعتقد أنه كانوا يعتمدوا على الفن بهذا الموضوع، وكانوا يعتمدوا على الكتابة بالتابليتات اللي موجودة اللي انحفظت إلى الآن اللي موجودة حاليا بالمتاحف. يعني مثال على ذلك، عندك أرشيف ماري عندنا 25,000 تابلت، في عندك 16,000 تابلت من أوغاريت، في عندك أكثر من 5,000 تابلت من تل ليلان. يعني هاي كلياتها حفظت وهي تنم عن حضارة قائمة بحد ذاتها. هذا المختصر المفيد عن ذلك، وآسف للإطالة خيو. بارك الله يعطيكم العافية. بارك الله بكم. نشكرك ونشكر يعني الأستاذ محمد على التدخل. لا أعلم إن كان من الحاضرين هناك من يريد أن يطرح سؤال يستغل وجود الأساتذة معنا، أو يقدم إضافة. إذا ما كان في سؤال أو إضافة يعني نكون تقريبا قد وصلنا إلى نهاية الحصة هذه. يعني هذه الحصة لم نقم بها في بأخذ قسط من الـ يعني قطعنا الـ لم نقطع الـ الـ البث، وكانت فيها يعني شبه مناقشة مفتوحة. طبعا عندي صار مشكل بث في الـ في الـ في الـ في الـ يعني أول مرة للأسف في الأنماط، لكن سوف نقوم ببث الحلقة كاملة بالأنماط بعد أن يخرج التسجيل. إذا نشكر كل الحاضرين، وأحيل الكلمة إلى الأستاذ ماهر والأستاذ الخطاط فرج، إذا كان عنده كلمة نختم بها الندوة والجلسة اليوم. تفضل. تحياتي أستاذ هادف. أنا طبعا بتشكر حضرتك على الإشراف، وأول شيء الإضافة اللي أضفتها الهادفة والجيدة بالنسبة لتاريخ الخط العربي ومكوناته، وبتشكر كمان الأستاذ يعرب
على إضافته ومداخلته القيمة جدا. كمان بحب أشكر الدكتور محمد الفياض على مداخلته، وأنا كنت سعيد جدا ولي الشرف أني أكون بيناتكم بهي الندوة، وإن شاء الله طبعا في المرات القادمة اللي حيكون في فاعلية أكثر وعرض أكثر للكتابات، وإن شاء الله بنكون يعني احتمال يكون في عنا جزء من يكون تصوير ولو جزء بسيط دقائق للكتابات اللي أنا ممكن أكتبها. على كل حال أنا أستاذ هادف بتشكرك كثير على إدارة هاي المحاضرة والندوة، وبتشكر القائمين بالمجموعة وأعضاء المجموعة كلها والأساتذة والدكاترة المحترمين كله الجميع، وإلي الشرف أني أسمع صوته وتعليقه ومداخلته القيمة بهالموضوع الهام جدا يلي هو يعتبر أنا بعتبره شخصيا بعتبره فن خالد، ومن أرقى الفنون هو فن الخط العربي بشهادة كبار الفنانين العالميين اللي منهم باولو بيكاسو لما قال كلمته المشهورة إنما أنا كلما أبحرت في فن الرسم وجدت أن الحرف العربي يسبقني بأشواق، فهذا اعتراف من فنان عالمي بالفن الغربي فن الرسم والتصوير بأنه الخط العربي والحرف العربي طبعا له مكانته المرموقة قبل الرسم وقبل كل الفنون. فلذلك يعني نحن نعتبر أنه الفن الخط العربي والحرف العربي هو الفن القائم بذاته وله بحور جمالية وسحر كتير راقي، ونتمنى يعني أنه نكون شوي قدرنا نعبر عن مدى أهمية هذا الفن وجماليته وسحره ودوره في الحضارة العربية الإسلامية. طبعاً أستاذ هادف أنت بتعرف أنه الخط العربي بالأساس كان له بيلعب دور كبير بالحضارة العربية الإسلامية وبالفنون وبالخط اللي ماشي عليه الفنون الإسلامية منها الزخرفة النباتية والإسلامية والعمارة وطبعاً وباقي الفنون كلها. فأنا بتشكركم كثير وبتشكرك أستاذ هادف على إدارتك لهي الندوة وهي المحاضرة، وبتشكر الأساتذة والدكاترة مرة ثانية، وبتشكر الأستاذ ماهر اللي كان مرافق معي بالندوة بجنبي بيدعمنا بمشهورته وبيدعمنا بمداخلته الحلوة كمان اللي أفادنا فيها، والأستاذ والدكتور محمد الفياض كمان بتشكره على مداخلته، وشكرا كثير لكم. إن شاء الله بالمرة الجاية بيكون الفائدة أكثر وأكبر إن شاء الله. إن شاء الله أنا أشكرك وتفضل أستاذ هادف. أستاذ هادف هلأ إن شاء الله في المرة القادمة إذا الله راد نحن راح نعمل شغلة كثير حلوة، إنه راح نخلي الأستاذ فراج يكتب بشكل مباشر بعض الحروف، وراح نخلي ينتقي جمل محددة ويكتبها بعدة خطوط مشان نشوف نحن الفرق بين الخط والخط. نعم. بين نعم. النوع والنوع شو هو الفرق بالحرف. نعم نعم إذا تمام إن شاء الله يعني تفضل تفضل. ومثل ما حكى الأستاذ فراج أنا بدوري كمان بتشكركم جميعا وبتشكر كل مين ساهم بإنجاح الندوة، شكرا لكم. شكرا بارك الله فيك، ونحن نعتبر هاي الحصة الأولى في موضوع الخط، وإن شاء الله يعني هي عبارة عن مقدمة لحصص أخرى سوف تكون أكثر يعني تخصصا، ممكن نأخذ يعني حصص فيها خط بمفرده أو خطين نكون مقارنة أوسع. أكيد. يعني ممكن هذه تكون تقديم ومقدمة للخطوط. إذن نشكر كل المشاركين الأساتذة معنا، والأستاذة كتبت أنها كانت تود أن تطرح أسئلة، كذلك نقول لها أن سوف يكون حصص أخرى للخط إن شاء الله، وإن شاء الله سوف نعود بموضوع الخط لأنه يلعب دور كبير وواسع جدا في العمارة، على الأقل يعني في العمارة ما عدا المخطوطات والموجود في كل يعني في النحاسيات، موجود في الأبواب، موجود في المعادن، في الزجاج، موجود في اللباس،
يعني الخط العربي عامة كل الصنع يعني الحرف إذا استطعنا القول. إذن شكرا جزيلا للجميع وليلتكم سعيدة، وإن شاء الله نكون في المرحلة القادمة قد حللنا مشاكل البث إن شاء الله. شكرا للجميع، بارك الله فيكم.